أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب اكتساب اللغة. في هذا الفيديو يا عزيزي الطالب سوف نتناول موضوعات الأسبوع 11، فأهلا وسهلا بكم أحبائي وطلابي طلاب الاكتساب. أهداف هذا الأسبوع يا عزيزي الطالب هو أن يقرأ الطالب الدرس قراءة صحيحة معبرة ويبين المفردات للمفردات المرادفات للمفردات الجديدة. في هذا الأسبوع يا عزيزي الطالب سنقوم بقراءة نص بعنوان الكرة الطائرة وملعبها. يتبارى في الكرة الطائرة فريقان، يتألف كل منهما من 6 لاعبين أساسيين و6 لاعبين احتياطيين. يبدأ اللاعب بالإرسال، فيوجه أحد أعضاء الفريق الكرة فوق شبكة عالية تتوسط الملعب، ويرد لاعبو الفريق الخصم الكرة مستعملين الأيدي والأذرع، ويحق لهم 3 ضربات على الأكثر قبل إعادتها من فوق الشبكة إلى الجهة المقابلة. وكذلك يفعل الفريق الآخر عندما تعود إليه الكرة، ويستمر اللعب ما دام اللاعبون يتقاذفون الكرة في الفضاء من جهة إلى جهة في الملعب. يربح أحد الفريقين نقطة عندما يعجز خصمه عن رد الكرة، ويربح الشوط الفريق الذي ينال 25 نقطة، شرط أن لا تزيد نقاط خصمه عن 23. أما رابح المباراة فهو الفريق الذي يكسب 3 أشواط من 5. ملعب الكرة الطائرة مستطيل، طوله 18 مترا وعرضه 9 أمتار. تعلو شبكة من الجبال الرفيعة خط الوسط الذي يقسم الملعب إلى مربعين، ويمر في كل مربع على بعد 3 أمتار عن خط الوسط خط يسمى خط الهجوم، ويحده من الطرف الخلفي الخط النهائي. نسمي المنطقة الواقعة بين خط الهجوم وخط الوسط المنطقة الأمامية، ونسمي المنطقة الواقعة بين خط الهجوم والخط النهائي المنطقة الخلفية. ويحيط بالملعب من كل جوانبه منطقة بعمق 3 أمتار تعرف بالمنطقة الحرة، ويكون الإرسال على طول الخط النهائي من الجهتين. بعد قراءة النص من قبل المعلمة ستقوم أنت عزيزي الطالب بقراءة النص قراءة جهرية معبرة مراعيا فيها معايير القراءة الجهرية، ثم بعد ذلك ننتقل للإجابة عن الأسئلة التابعة لهذا النص وتدوين الإجابات على الدفتر. بعد ذلك يا عزيزي الطالب سوف نتناول موضوعا من موضوعات النحو العربي وهو بعنوان الجملة الفعلية. الجملة الفعلية علينا بداية أن نستذكر أن الجملة الفعلية تتكون من ركنين أساسيين هما الفعل والفاعل، فلكل فعل لابد له أن يكون له فاعل. قد تحتاج أحيانا الجملة لإتمام المعنى إلى مفعول به، ربما يكون مفعول به 1 أو 2 أو أكثر. إذن عزيزي الطالب الجملة الفعلية تتكون من الفعل والفاعل وقد تحتاج إلى مفعول به. بعد شرح القاعدة النحوية سوف ننتقل للإجابة عن التدريبات الواردة في كتاب التطبيقات رقم 1 من منهاج من الألف إلى الياء. ثم بعد ذلك سوف تقوم عزيزي الطالب بكتابة نص وصفي، حيث سوف تصف رفيقا لك انزعجت منه لأنه أناني، يحب ذاته، يريد كل شيء لنفسه ولا يترك شيئا لغيره. على أن تستعين بما يأتي، كيف يتصرف مع والديه وأخوته أثناء الحديث وتناول الطعام واللعب وغيرها؟ كيف يتصرف مع معلميه ورفاقه في الصف أثناء الشرح وفي أعمال الفرق في الملعب، في المكتبة، في باص المدرسة وغيرها أيضا. أيضا عزيزي الطالب في هذا الأسبوع سوف تقوم بكتابة فقرة تمليها عليك المعلمة، لذلك عليك دائما أن تتذكر القواعد الإملائية التي تم التطرق إليها سابقا حتى لا تقع بالأخطاء. إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت، شاكرة لكم حسن استماعكم أحبائي،
الطلبة وإلى اللقاء.